بالشأن السوري. تستضيف نونوكا المعارضة السورية دعما منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية وفقا لمقررات جنيف واحد. إن على الدول العالم أجمع مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء على أيا كان مصدره. لقد بذلت المملكة الكثير من في سبيل ذلك. سنستمر في جهودنا بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، مؤكدين أن الإرهاب لا دين له، ودين الحنيف يرفضه ويمقته، هو دين وسطية واعتدال. أيها الإخوان الأعزاء، يأتي لقاؤنا اليوم بعد مر 35 عاما من عمر مجلس التعاون، ووقت مناسب لتقديم إنجازات وتطلع إلى المستقبل وما حققه المجلس في المواطنين، فإن مواطنينا يتطلعون إنجازات أكثر تمس حياتهم اليومية وترقب إلى مستوى طموحاته. وتحقيق لذلك أننا على ثقة أننا سنبذل جميعا بحول الله وصار الجهد للعمل لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دولنا ورفعة مكانة المجلس الدولية وإيجاد بنية اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين والعمل وفق سياسة خارجية فاعلة تجنب دولنا الصراعات الإقليمية وتساعد على استعادة أمن واستقرار في الدول الجوار واستكمال ما بذلناه من أبناء بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة بما يحمي مصالحنا دولنا وشعوبنا ومكتسباتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.